السياسية. دكتور خالد الحروب، أنتقل إلى محور وثيقة حماس، الوثيقة وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي صدرت في عام 2017. نحن أمام ميثاق صدر في عام 88 ووثيقة صدرت عام 2017. هل هذه الوثيقة نسخت الميثاق، ميثاق 78، أم مكملة أم شارحة أم معدلة؟ أنا أعتقد أنه من ناحية عملية نسخت الميثاق، لا أحد يتحدث عن الميثاق، لم أسمع ولا يعني من سنوات طويلة أي قائد من قيادات حماس يقتبس من الميثاق. بينما الحديث أساساً عن الوثيقة حديث طويل وعريض، وهناك نوع من الوعي الكامل بضرورة التخلي عن الميثاق. ربما في تقدير المتواضع أن حماس أخطأت بأنها أبقت الميثاق على الرف. كان من المفترض حتى وإن كان ربما تنتقد داخليا وإلى غير ذلك، لكن كان عليها أن تقول أن هذا الميثاق أصبح من الماضي وليس من الوثائق المعتمدة للحركة. الوثيقة التي صدرت سنة 2017 نقلت الحركة عمليا من كونها حركة إسلامية دينية بتعريف الميثاق وفقط إلى حركة فلسطينية. أنا أقول أن الوثيقة مرة أخرى على صعيد النصوص على الأقل فلسطنت حماس تقريبا بشكل نهائي. فحتى بالتعريف، تعريف حماس يعني على ما أذكر الآن في الميثاق أنها حركة إسلامية. نعم، إذا تسمح لي، يعني هي في الوثيقة دكتور خالد، إذا حركة حماس في الميثاق تعرف نفسها بأنها حركة المقاومة الإسلامية، جناح من أجنحة الإخوان المسلمين. في الوثيقة، وثيقة 2017، قالت بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها. الآن لم يأتي على ذكر الإخوان المسلمين في الوثيقة، هل هو نوع من التجاهل المتعمد أم هو قطع تمام العلاقة بالإخوان والظهور بمظهر جديد كما قلت فلسطيني وطني فقط؟ هذا ما أردت الإشارة إليه، أنه أولاً من ناحية التعريف عرفت الحركة نفسها في الوثيقة الجديدة بأنها حركة مقاومة فلسطينية، هذا مهم، حتى مهم ترتيب الكلمات، حركة مقاومة فلسطينية ذات مرجعية إسلامية. في الميثاق هذا التعريف غير موجود، بأنها حركة مقاومة إسلامية وعموميات. الآن ما يتعلق بالإخوان المسلمين، أعتقد أن هذا قرار وعي، قرار يعني عن دراية وعن قصد وعن قطع أيضاً، أن حماس حركة مستقلة وليس لها علاقة تنظيمية، بمعنى أنها لا تخضع لقيادات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وإلى آخره، إنما تتخذ قرارها بشكل مستقل. هي من مدرسة الإخوان المسلمين فكريا وتنظيميا، كما قال كثير من القادة خالد مشعل وغيره، يعني لم يقولوا أن ثقافيا وفكريا ودينيا ليس لنا علاقة على الإطلاق بفكر الإخوان المسلمين، لا، ما زال هذه القنوات الفكرية مفتوحة، لكن القنوات التنظيمية تم تغييرها وتبديلها، أنها أصبحت ذات قرار مستقل. وهذا أعتقد أنه فيه كان المقصود أيضا، ربما ترجمة للواقع، لأنه حماس في النهاية أصبحت قراراتها أكبر حتى من الإخوان المسلمين ومن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، خوض حروب وصراعات وإلى آخره. ولكن أيضا قصد، فضلا عن ترجمة الواقع، أعتقد أنه كان رسالة مهمة على المستوى الإقليمي والعالمي، أن إذا كان بعض الدول عندها صراعات وعلاقات عدائية مع الإخوان المسلمين فلا تنسحب هذه العلاقات وهذه العداوات على حماس. وربما كان التأكيد على هذا الافتراق أساسا سبق الوثيقة بسنوات طويلة، وكان هو إلى حد ما أحد المسوغات أو المبررات التجميلية لنقل لعلاقة حماس مع النظام في سوريا، لأن النظام في سوريا نعرف أن له عداوة تاريخية مع الإخوان المسلمين، فكيف إذن استقبل قيادات حماس لسنوات طويلة في سوريا؟ فكانت حماس تقول هذه المقولة دائما، الوثيقة ترجمت تلك المقولات على شكل رسم. نعم، طيب دكتور أديب، الوثيقة هل تعتبرها ولادة جديدة لحماس
تقطع الصلة تماما بماضيها، أم أنها مجرد تغيير تكتيكي تحسيني لمواكبة التطورات، وخصوصا أنها كانت في وقت الثورة المضادة أو بعد الثورة المضادة التي كان الهجوم فيها كبير على الإخوان المسلمين وتصنيفها وتصنيف الإخوان وتصنيف أيضا حماس كجماعة إرهابية؟ لا لا أعتقد حقيقة أنه الوثيقة كانت قطع مع الماضي بقدر ما هي آلية لتقديم الذات بشكل يتناسب مع الحاضر. يعني ما تقدم في 1988 هو يتعلق بالمرحلة الزمنية التي عاشتها الحركة، ولا ننسى أن فعلا الحركة آنذاك ما كانش شيء اسمه هناك حركة حماس، هي ولدت من رحم الإخوان المسلمين، يعني كان في تنظيم اسمه إخوان مسلمين وقام بتفريغ شيء اسمه حماس آنذاك سنة 1988. لذلك كان من الطبيعي الميثاق أن يعبر عن الحركة التي ولدت من رحمه بما عبر عنه في 1988، لكن جرت مياه كثيرة تحت الجسر من 1988 ل 2017. يعني هناك كثير من المياه جرت، وهناك كثير من المتغيرات جرت، وحركة حماس تتميز بأنها صحيح حركة يعني إسلامية مقاومة ذات مرجعية أيديولوجية محددة، لكنها في نفس الوقت حركة براغماتية. يعني نحن وجدنا انها استطاعت ان تتكيف مع الكثير من القضايا، يعني مساله وجودها مثلا في سوريا في الوقت اللي يعدم فيه الاخوان المسلمين، اذا اثبت عليه انه هناك تهمه لشخص موجود سوري من الاخوان المسلمين يعدم في حسب القانون السوري. تمكنها من الجمع ما بين يعني مواقفها الايديولوجيه وتعاطفها او انسجامها مع الاخوان المسلمين سواء كان على الصعيد الاقليمي او الدولي او الفكري او ما الى ذلك، مع الموائمه مع السياسيه مع الدول في المنطقه معاديه للاخوان المسلمين. اعتقد هذه البراغماتيه يعني كبيره فيما يتعلق بالحركه. من البراغماتيه الملموسه في الحركه انها اعادت تعريف ذاتها، اعادت تقديم ذاتها بما يتناسب برضو مع المرحله، ان هناك كثير من الخطاب الذي كان سائدا عام 1988 لم يعد مقبولا في 2017 ان يقدم بذات الصبغه بذات الثياب بذات الشكل. لذلك كان من الضروره جدا ان يكون هناك شيء يتناسب مع المرحله، شيء يتناسب مع المجتمع الدولي حتى فيما يتعلق بقبوله وعدم قبوله فيما يتعلق بالمفردات حتى. يعني وفي المنتهى انت المفردات التي تقدم نفسك بها مش بالضروره متناقضه بالتمام والكمال مع المفردات التي كنت تقدم بها نفسك في الماضي، ولكنها صدرتك الى المجتمع الدولي بشكل اكثر لائقيه. وهذا بالنسبه في يعني بالنسبه لحركه حماس اعتقد انه لقط تم التقاطه من كثير من المراقبين سواء كان على الساحه الغربيه او الشرقيه كمان، وتحديدا الغرب. يعني هناك يعني حوارات تجري من خلف الكواليس احيانا، يعني عندما تحدثت ميركل انها تريد ان تفتح حوارات غير مباشره مع حركه حماس، اوريدي هناك حوارات تجري من خلف الكواليس مع حركه حماس منذ فتره طويله اصلا. يعني هناك مبعوثون يذهبون من موكلون من تلك الدول سواء كان اسمها المانيا او فرنسا او حتى امريكا وغيرها، يذهبون للالتقاء مع قيادات حركه حماس بشكل ربما دوري حتى، وهذا صرحت فيه كثير من حركة حماس فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة. هذا ما كان ليكون لولا أن الحركة تم تقديمها وقدمت نفسها بالممارسة وبالأقوال بالأقوال والأفعال. يعني بعض الممارسات ربما التي لم تكن يعني أو ما عادت مقبولة يعني فيما يتعلق بالمرحلة الحالية، كانت مقبولة ربما في ظرف زمني محدد، ما عادت مقبولة في ظرف زمني آخر. أن تتكيف الحركة وتعطي نفسها وتصدر ذاتها وتصدر أدائها وتمارس فعلها على أرض الواقع بشكل مختلف عما كان عليه، وتكون من السلاسة بما كان أن تتخلى عن بعض الأساليب وبعض الوسائل التي استخدمتها لتتقمص وسائل وأساليب أخرى تنسجم مع الهدف الأخير الذي تبغيه، هذا أعتقد براغماتية هائلة لا تخرج عن الإطار الأيديولوجي التي تنتمي إلى حركة حماس. وهذا أعتقد هي نقطة يعني نقطة مضيئة حقيقة في حركة مقاومة أو حركة حتى بين قوسين إسلامية مقاومة. يعني وممكن جدا يعني يفترض أن تحتذى أقصد في المنطقة ككل من قبل الحركات الإسلامية أن تقدم نفسها أن تعرض نفسها على الآخر بشكل يكون مقبولا أيديولوجيا منسجم مع ذاته أيديولوجيا وأيضا مقبول من الأطراف الأخرى بشكل أو بآخر. طيب